السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم فيديو جامد جدا. هوريكم، بص النهاردة هوريكم الزرع اللي انا زرعه على السطح عندنا. هنا على السطح دي ارض صب هي على السطح عندنا اهو. بصوا انا زرع هنا جرجير. بصوا لما زرعت جرجير قلت اما ازرع كمان. ده زرعته وطلع نص والباقي مش عارف ما طلعش ليه، مش عارف. هبشوف له دواء وهبوريه لكم برضو عشان الباقي دي ولا اصلهم التراب ده شوية. هبفكر كده واوريه لكم. هنا كنت بجرب ازرع في البتاع بتاع البيض، لقيت بتتبلوا ميه ياما ولونين واتقطعت، قلت لا انا مش زارع فيها تان. وسبتها كده لحد ما الاقي علبه واحط فيها الراتش اللي فيها ده. وبعدين عندي هنا اختي طبعا بتحب تزرع هي كمان زرع. بص انت عارفين ايه دي زرعاها عنب، كانت مزروعة عنب. هوريكم برضو اللي انا زرعه. هنا برضو زرعت جرجير بس لسه ما طلعش، لسه واحدة تطلع اهي. وهنا الدورية دي كنت زارعها، كنت هوريها لكم ماشي. وبعدين قطيتها في بتاع كده. وديت اخويا برضو بيشبط بالزرع، جه زارع هو كمان ايه دورة. بص الدورة طالعة اهو، والدورة اهو، والدورة اهو، والدورة اهو، والدورة كل ده دورة كل ده. ولو شايفين كمان هتلاقي الدورة دي ده زرع على الوش اهو. كمان كان بيجرب يشوف هيطلع. انا قلت له يا بودة بتتزرع، يا اخوي بتتزرع تحت اهي، كبرت اهي، هي دي دورة اهي. وده زرع جرجير كمان. بص بقى وش السعد والفرحة عليا ده برضو كنت زارعه مع اللي هناك دي، زرعتهم الاتنين مع بعض. بص بسم الله ما شاء الله حلوة ازاي. وزرع هنا بتاع بصوا مش عارف دي طالعة من ايه، ده دورة والله مفكرها حاجة تانية. دورة طالعة دي دورة، هبوريها لكم لما تكبر اهي. وكل دي جرجير برضو. رحت اشتريت من عند الراجل اداني حبة حلوين جيت زرع بيهم. اما هنا بقى زرعت بصل، اول بصلة تطلع، وزرعت توم كمان، التوم لسه ما طلعش. وزرعت دورايا هنا اهي، وزرع كمان دورة بس لسه ما طلعش، اول واحدة دي تطلع وما فيش حاجة تانية هي. والبصل والثوم. وعندنا كمان الراتش اللي انا كنت بجيبه عشان ازرع فيه اهوت. هو ده الراتش اللي انا كنت بجيبه عشان ازرع فيه، هو ده. تعالوا نخش في الموضوع. بصوا هبقى اقول لكم ده كلته بيتزرع ازاي. هعمل لكم فيديو تاني وعن عن النوبة الجاية، فيديو جميل جميل كده حلو. وهوريكو عايزين تعملوا الجزازة دي، اوريكو ازاي. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. نشوفه الفيديو الجاي. سلام يا حبايبي، سلام.